ابتكر علماء من جامعة ديوك الأمريكية رقعا نسيجية مخبرية جديدة تساهم في ترميم عضلة القلب بعد النوبات القلبية، وتموت أجزاء من أنسجة القلب لدى الإصابة بالنوبة القلبية، وتتركز جميع الطرق العلاجية التقليدية على تخفيف الأعراض التي تنتج من ردة فعل الجسم لتلف أحد أعضائه، لكن الأنسجة العضلية للقلب لا تتجدد من تلقاء نفسها، ولم يحاول أحد من قبل القيام باستبدالها بأنسجة صناعية.